بونجور ازيكم عاملين ايه ان شاء الله النهارده هناخد لسان نيميرو 6 اللي هو موديل دو بار الي فاريابل ايه الموديل دو بار الي فاريابل ساعات يجي لي ريكتانجل كده بيكون مقسوم من تحت ال دو دو بارتي وفوق اون سول بارتي الدو بارتي اللي تحت بصوا العبوا كده معاها احط لها كده كاني بعمل بلس فالدو نمبر اللي تحت دول بلس بعض بيديني اللي فوق يعني لو جه قال لي هنا سون كانز وهنا اكس وهنا سون ده معناه ايه ده معناه ان الاتنين اللي تحت دول بلوس بعض السون كنز. بلوس الاكس اجال السون يعني انا لو عايزه الاكس بس احنا اتفقنا ان الاكس ده ايه ملك تعالوا نقول ده بيت وده بيت تاني البيت ده قاعد فيه الملك بتاعي الروا الكينج اللي انا عايزه اخليه الملك طب الاكس تبقى ملك ازاي ما بتحبش حد قاعد جنبها هتقول للسون كانز لو سمحتي خدي بعضك وروحي عند الجيران فالسون كانز هتمشي بس قبل ما تمشي هتقولها ممكن اغير البيجامه انا لابسه بلوس فانا عايزه اغير هتغير وتلبس مو يبقى الاكس اقول ايجال سون 85 مو سون كانز يبقى لما اجي احسب دي هعمل دم وين ده موان ده وهحسبها تطلع ثاني تاني وخليكم معايا لو جه قال لي انا عندي اكس بلس 2789 ايغال 5189 اول حاجه عايزه احلها ثاني حاجه عايزه احطها في الموديل دو ريكتانجل الحاجتين البلس بعض يتحطوا تحت والكبير يتحط فوق لوحده دول بلس بعض يبقى احط اكس وهنا 2789 وهنا احط النمبر الثاني 5189 89 هنا اكس بلس النمبر ده دول في بيت ودول في بيت الاكس هتبقى الروا او الملك هتقول الرقم اللي جنبها امشي مش بحب الزحمه هتمشي وتاخد بعدها وتروح هناك بس هتغير البيجاما بلس وتلبس موان يبقى اكس ايجال 5189 موان 2789 عايزه اعمل ده موان ده فهاخد 5189 موان

فين الملك بتاعي هنا ؟ الملك بتاعي هو الأه ده الله ده قدامه موا الأه لما بيكون قدامها موان بتتعصب لو قدامها موان أو ديفيزي بتضايق قدامها بلس أو فوا مفيش مشكلة ، لكن أول ما بتلاقي الكينج بيلاقي قدامه موان أو ديفيزي بيتعصب ويتشقلب ويعني ويخرب الدنيا ويعمل ايه يغضب هو ويروح غضبان يروح عند شقة الجيران ويعمل ايه في الجيران يطردهم يقول لهم تعالوا اقعدوا مكاني وانا هقعد في الشقة بتاعتكم لوحدي في ال 635 هيجي لها بنفس سيني ده ملناش دعوة بيه الموان هيجي لها 346 والآ تروح تقعد هناك فعمل دول موان بعد 635 موان 346 5 موان 6 سنفا با

معايا دي عايزه احلها احلها ازاي ، البي دي هتبقى الروا أو الكينج هتيجي تقول النمر ده لو سمحت بعد اذنك امشي روح هناك يبقى البي ايجال النمبر ده 44999 ميل ودي هتروح هناك بال بلس تبقى كارونتروا ميل هعمل دول عادي بلس بعض شايفين؟ هي دي هتروح هناك غيرت البيجامه معاها موان تغير تلبس ايه بلس ما هو البلس تتغير تبقى موان والموان تتغير تبقى بلس دول كده هعملهم بلس بعض يبقى 44 999 بلس 8 7 2 3 4 9 plus 8, 17. 7 et je retiens 1. 1 plus 9, 10 و 7, 17. 7 ou je retiens 1. 1 و 9, 10 و 2, 12. 1 و ويت. 4 5 و 3 8 و 4 و 4 8 يبقى 48 1277 تمام طيب جميل حلو جدا يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي اتصرف في الاكواسيون اللي عندي لو عندي الانكونيو موجود بمشي التاني يروح الناحيه التانية. لو قدامه بلس يروح بالمواء، لو قدامه مواء يروح بالبلس طب لو الرواه نفسه اللي انا عايزاه قدامه ما بيتعصب ويلم هدومه ويروح عند الجيران ويبع يغضب على الجيران ويطردهم في مكانه بنفس السين يلموا اللي هو كانت عنده طيب لو جه قال لي سي يوسف افي 31 كوب روج il en a donné un quelques-unes à son frère Quelques-unes, qui sont les deux, qui sont les deux, à son frère, et il, lui a, et il lui reste 16 cubes. C'est le temps de faire. Laquelle des équations représente la amalou 31 plus x est égal à 16, ou x moins 16 est égal à 31, ou x moins 16. x 31 16 ولا x 31 16 نبص كده يوسف كان معاه كله كام 31 وده حبه منهم لاخوه وفضله في الاخر 16 يعني المفروض ان انا بقول 31 هشيل منهم حبه يفضل لي 16 يعني 31 ده التوتال اللي كان معاه هعمله موان حبه انا ما اعرفهمش يبقى احط مكانهم اي حرف تديني ايه ساز طب دي موجوده لا طب يا مدام اهو الاكس بتتنرفز اه يعني هي لمت هدومها وراحت هناك اوكي وبعتت مين مكانها الساز يبقى ترونت ام وان ساز ايجال اكس اهي يا مدام صح كده برافو عليكم طيب واحده كمان يوسف برضو يوسف قاعد معانا النهارده فهيلعب معانا كتير يوسف عشتي

يعني هنا كاتب لي 129 وهنا 316 وكمبيان وهنا كاتب لي 316 وهنا 129 وكمبيان وهنا كاتب لي كمبيان وهنا 316 و129 وكاتب لي هنا 129 وكمبيان و129 مبدئيا كده يوسف اشترى القصه كان فيها كام باج؟ 316 باج يعني التوتال بتاعي كام؟ 316 واحنا اتفقنا انه في الكاريده اللي فوق بيكون التوتال احنا عرفنا الاجابه خلاص لكن لازم نفكر لان دي الوحيده اللي فيها 316 فوق فهي المفروض ان 316 بينهم ال 129 وعايزين نعرف فاضله كام؟ يعني 129 بلس كام تدي 316 فهتكون هي دي الريبونس 129 مش هي التوتال ولا التوتال بتاع الاثنين دول ولا 129 و129 ما ينفعش فهو التوتال 316 وهو قرا منهم 129 عايزين نعرف فضله كام طيب لو انا جبت لكم واحده كده وقلت لكم ادي تابلو اهو وادي هنا 853 وهنا 751 وهنا ي اكتبوا لي انتوا الاكواسيون وهاتوا لي الفالور دو ي بكتب الاكواسيون ازاي باخد الاثنين اللي تحت بلوس بعد يدوني 853 سينكان ال توا الإجراج ده الوا بتاعي هيطرد اللي جنبه يوديه هناك هل الإجراج قدامها موا؟ لا يبقى هي قاعدة في بيتها هتطرد ده يروح هناك ده بالبلوس يروح هناك بالإيه؟ بالموا يبقى Y إيجال 853 سينكان 751 هتطلع إيجال 102 طب لو جابها لي كده لو جي قال لي ادي ام هنا ايا كان الانكونيوم وهنا

Uh, 9 و 0 9 3 و 0 3 والان تنزل يبقى 139651 كده عرفنا ازاي نعمل الاكواسيون ازاي نحل الفاريابل وازاي نخلص كل ده طيب لو جيت قلت انا عندي بروبلم ليها بليزيور ايتاب ده الدرس اللي بعديه اللي هو لسون نيميرو 7 هناخدو معانا بالمره في الفيديو ده اسمه ريزودر لو بروبلم اون بليزيور ايتاب ريزودر Le problème en plusieurs étapes.

بيقولوا انه لو ال ال القيمه بتاعه الكارت بتاعه يوسف كانت 15203 وهو اخد يوم الاحد كده واخد يوم الاثنين كده فعايز يعرف فضله قد ايه انا مش فاهمه او انا في الاكزام وما فهمتش البروبلم بتقول ايه لكن يوسف كان معاه الرقم ده اهو وريتيري يعني أخذ او ريتورن او عمل فعمل حاجه يوم الاحد وعمل حاجة يوم الاثنين فعايز اعرف الرسم فعايز اجيب الاول هو اخد كام فهقول الى رتيري هو اخد كام الاول خدت 2 100 دول داو دا فهقول 5623 plus 1587 وعملهم بلوس بعض 7 plus 3 10 0 ويجريتين 1 1 8 9 2 11 1 ويجريتين 1 1 5 6 6 12 2 يجريتين 1 1 1 2 5 ستبقى ست. ست ميل ديس ليفر جميل؟ حلو خالص طيب عايز أعرف فدله كام فهقول إل ويرست فدله إيه؟ هو كم معاه كام التوتال؟ 15203 ميل هعملها موا ست ميل اللي ديس وشوف اللي هيطلعلى كام تروا ما تمفعش. يبقى دي تبقى أم ودي ديس ديس موان أم 1-2 ما تنفعش دي 4 ودي 11 11-2 ب9 و4-7 ما تبقى 14-7 ميدون 7, 7. يبقى 7983 اللي مش عارف يعمل موين كده عادي يحطها فوق بعض ويحسب طيب اشرف أه, 69210 لاف واسل اشترى غساله اطباق ب9245 ليف وان اسبيراتور مكنسه Pour 3.769 livres, combien lui reste-t-il? Laissez-moi en Il paye, Il paye 9.245 plus 3.769. 9 ou 5, 14. 4, et je retiens 1. 1 ou 6, 7 ou 4, 11. 1 ou 7, 8 ou 2, 10. 0, je retiens 1. 1 ou 3, 4 ou 9, تريز يبقى 13014 طيب فضل له كام ايل لوي ريست فضل له كام هقول هو كام معاه التوتال 69210 هعملهم ميل 13014 ونشوف يفضل كم بيان ينفع 0 4 لا تبقى الان دي تبقى 0 دي دي 10. 10 4 مدون 6 0 1 ما تنفعش تبقى دي 1 ودي دي 10 مو 1 ب 9 1 0 ب 1 9 3 ب 6 × 6 1 ب 5 يبقى 561196 لتر بكده يبقى احنا خلصنا اللسان ده وخلصنا اليونيتي دي اتمنى نكون فهمنا ميرسي لكم خالص وباي باي